القيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح احوال العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلاه لا تعد ولا تحصى ولا يحصى لقائلها احد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، كما صليت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب يا رحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هيا اقرأ افتح. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا سيدي يا رب الشبكة. اللهم صل ربنا اهدي الشبكة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا يا رب. اصلح احوال العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. هيا افتحوا المصاحف على سورة لقمان. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر عليه ذلك حمدا كثيرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. يا رب استرنا في الدنيا والاخره سترك الجميع. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا حي حين لا حي. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا يا رب. احوال العباد والبلاد يا رب العالمين، كل من سالنا ومن لم يسالنا فاعطيه اللهم مسالته في صحة وعافية وستر رزق في الأولاد يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لك يا رب، نحمدك ونشكر فضلك على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. وبارك الله فيكم جميعا يا رب العالمين وكل المستمعين. ربنا يصلح أحوال العباد والبلاد يا رب العالمين. ترتيل القرآن الكريم لفضيلة الشيخ جازي علي منصور زينة ست الحبيب ماما حبيبتي وبابا حبيبي سورة لقمان. تفضلي يا ست الكل ماما حبيبتي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة
إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. قول الآية طلع اللي قبله ولا تنمى هي والدنا وولدي شيء. الآن لا يجزي والدنا وولدي إن الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وبلغ رسولنا الكريم وكلنا عليها من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. اغفر لنا وسامحنا يا رب. يا رب اغفر لنا والمؤمنين والمسلمين يا رب كلهم يا رب. يا رب بارك فيك واديك الصحة. اغفر لنا وسامحنا وارض عنا يا رب. ارض عنا امين يا رب العالمين. واشفينا وبرينا من كل شر وحوش البلد عن المسلمين كلها يا رب اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب حوش البلد والشر ده يا رب عن الناس كلها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب استرها ويانا ويا كل من كان يا رب وصلحالكم واللي قاعدين واللي عايزين يدوهم بالجوزهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. دعاء مستجاب عن صلاه الفجر وقراءه القران ربنا يجازيها كل الخير يا رب العالمين. كان الشيخ اللي كان بيديني كان اسمه الشيخ ابراهيم.
تقوليش اسماء، قولي خلاص مع احنا في السعوديه، يعني قولي شيخ خلاص. الشيخ يعني ما كان بيدينا ما تقوليش درس. ما تقوليش اسماء، قولي خلاص. غبت يعني انا وحمراس ما حملناش على طول، النسوان سلطوه وسمع كلام النسوان. قولي شيخ خلاص سامح. وقالوا يلا نكشف. ما ومسك دماغي بقى، يلا نكشف يلا نكشف. رحنا كشفنا، قال عايزين كل واحد عمليه ب 2000 جنيه. 4000 انت وهي 4000. ما نحوشهم بقى، ما نصلصنا لنا ولا زي ما يجوا زي الناس ما بتقول. قصه حقيقيه يعني. بيقول هو اللي بيحكي وبيحلف حصل. يعني عنده. انا قال لي حوشت 3000 وانا مكمل الرابع بقى، لقيت ابويا جاي يقول لي امك بتموت. هو قاعد في يعني احنا بنين في يعني في مكان بعيد شويه، مكان عنهم بعيد كده يعني في قريه ثانيه كده. جه يقول لي امك بتموت، رحت اجري خدتها ورحت وديت صرفت عليها الفلوس وانا مستنيه، ولما يكملوا ال 4000 احطهم في ساعة ايتام في ساعة مسجد في حاجه في اي حاجه، مش هروح للدكاتره ولا حاسه، هحطهم في اي حته وخلاص. يقول ساعة ما جه وقالوا امك تعبانة رحت بيك صرفتهم عليه كلك، فضلت 300 جنيه، وانا جاي بقى قلت لها خد يا ام مصريفي وهيصه ان شاء الله ما سالت. راحت متجرعه لربنا قالت يا رب سرزيك يا ابني بالذريه الصالحه. سبحان الله. بيحلف اني من ليلتي ربنا اداه لحمه وابراهيم ومحمد والتالت مصطفى. بقولوا الثلاثة يا سبحان الله، بركة دعوة أمه. شوف بركة دعوة أمه والثلاثة صحيح 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 ذرية صالحة، يعني ما حرمش أمه من حاجة ولا يعني ده طيب، ما استحملش أمه على حاجة، ربنا رضاه بثلاثة ما شاء الله ثلاث شباب. إنما الثاني الشيخ الثاني كان بيضرب أمه ولا أعرف أبوه، عياله كلها هيبل وقاعدين في الشوارع معوقين معوقين ومعلن في الشوارع، يقولوا شوفوهم او ده هو بنت ابن الشيخ او ده هو بنت الشيخ. وحقيقة يقول لا شوفوه لا ربنا رضاني بالذرية الصالحة، يعني اللي بيرضى امه ربنا بيرضيه، اللي بيرضى ابوه ربنا بيرضيه، مش هستنى من الناس. جايبة صلحتهم قلت لها خد روح خد يا امه صرف وغيصه. يعني الواحد اما يرد امه يضحك امه ويضحك ابوه ولا ضحك الناس وادخل البيت مكشر ومقشر. يعني عايز يخلف يراضي امه ويراضي الناس ربنا هيديه. اللي عاوز يخلف يطلع ده وما رضاكم بالصدق. ما يطلعش الا للدكاتره. الفلوس ما تطلعش الا للعيايه. العمليات والعمليات ويديكم حاجات تلهيكم عن ذكر الله ويا ريت الخلف بيجي على طول. قال هو باذن الله وبامر الله بس تصدقوا. يا ربنا اللي قريب منه حد يعني حالته لا يعني مش اديله انت بايدك وتوصله الفلوس، ما اقولش جمعيه خيريه، انا بحط في جمعيه خيريه ان شاء الله جمعيه خيريه، ما كنتش انت تطلع بايدك وتودي للناس في بيوتها كدهوت وتسلم عليهم وتحبهم. ترى ربنا انت كل لما بتمشي بتاخد حسنات، كل ما بتوصل لهذا الانسان مش انسان تخونا ابونا اختنا، يعني كلنا اخوه وكل المسلمين اخوه، انما المؤمنون اخواتهم فأصلحوا بين أخويكم. يعني المسلم من سلم المسلمين من لساني ويدي، مش استنى ما أدي الفلوس لفلان يوديه لفلان. طب وأنا عارفة بيته وعارفة بيته، ما أروح أنا أخذ الثواب أكتر وأكتر وأجري في الخيرات. يعني أبو بكر وعمر تسارعوا في الخيرات لمين؟ واحدة عمياء عندها كم أمام 4 ولا 6 عيا اللي هي العمي 6 عيا وعمي يعني كان عمي وبتعمل لهم وتخلي مالي قال ايه بس عاد فتح عليها يعني عمياء وبتعرف بتعمل لهم بالتيلة يعني بقى كل يوم يروح يعمل لها ويطبخ لها ويأكل أبو بكر أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر الصديق كل يوم يروح يأكل للعيال ويطبخ لهم ويعمل لهم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يعني ربنا ذكر في القرآن بالصفات، لكن ذكر زيد بن حارثة بالاسم سبحان الله. سيدنا كلها. عمر برضو لما راح سيدنا عمر العيال بس عيط وبس حطت في غلط في الحل وليدي هي ماما اللي هي يعني ابو بكر كان بيسارع يضلها كل حاجه ابو بكر سيدنا عمر يمشي ورا يقول لها نشوفه بيروح يعمل ايه على ما دخل طلع خلص لها الشغل اللي وراه دخل ابو بكر قال له فلان من اللي كان في البيت هي ما بتشوفش اصلا يعني سبحان الله هو عارف ابو بكر بقى هو اللي يسبق يعمل لها اكتر الحاج يعني شوف الصحابه الاعمال بالنيات كله بامر الله لازم اسارع في الخيرات
داخله التيك توك عشان فلوس، ربنا هيديني فلوس، داخله عشان احب حب الناس هيديني فلوس ويديني حب الناس ويديني الخير كله. الفلوس مش حرام ولا حلال، يعني ما باخدش حاجه من حد، ربنا اللي بيرزق هو الرزاق. يعني حب الناس اقوى من كل حاجه، وحب القران اما ربنا بيحبك بيحبك في خلقه، يعني كل يعني ما يبقى من اسرائيل ويكتب لي بحبك، يعني بيحب ماما لان الشاشه على ماما كده، احنا بنحبه. قلت لها ان شاء الله الناس كلها تأسلم على ايدك يا ستكول. قالت يا رب الحمد لله ربنا مفضلنا على نحمده ونشكر فضله. يعني ماما شافت صبر، صبر اكتر من صبر ايوب، والحمد لله عسل ربنا معسلها ما خلاها عسل، لانها مع الله على طول، مع الله دائما ليلة ونهارة ما بسيبش القرآن. يعني في قرآن في الأوضة بتاعتها كمان، والمصاحف حواليني، يعني مش قاعدين، اي مصحف بنقرا فيه. اللهم لك الحمد ولك الشكر. يعني الواحد واما بنعمه ربك فحدث. انت اذا دخلت الى يعني البرنامج دي تواصل اجتماعي، بتعلم الناس، بتذكرهم بالله، بتذكرهم بسيره الحبيب، بتذكرهم بفي كل الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي. احنا من ايجيبشن، عارفه ايجيبشن كير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. سعدين في السعودية الجميلة العسلية، احنا من القاهرة مصر. ادخل اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. ما شاء الله مصر، مصر مصر هي ناصر، مصر وهي ناصر. عارفين ايه ناصر؟ ربنا نصره وحافظه. يعني إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ربنا حافظها مثل القرآن. اللهم افرغ عليه صبر وتوفني مع الصالح، وتوفني مع مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم امني يا رب العالمين. مصر ام الدنيا، نعم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. وفي سوره ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، سبحان في القران ما شاء الله ربنا يكرمنا. يعني اللي يعني لفت نظر في سوره العنكبوت وسوره الروم واللقمان، يعني ايات، يعني بقول لسه اكني بتعلم القراءه، سبحان الله، ايات معجزات، إيجاز وإعجاز، إعجاز وإيجاز، يعني سبحان الله، كلمة لها معاني كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى، سبحان الله. شوف الواحد يتأمل بس في كلمة ألف لام ميم معناها إيه، الله أعلم بمرادها. يعني العلماء عجزوا عن تعريفه، حدش يقول لك أنا عارف معناها إيه. الله أعلم بمراده، ممكن الألف الله، اللام يعني للواحد بلا، لكن الواحد ما يقلبش، الله اعلم بمرادها، هي مكتوبه كده. يعني زي فاطر السماوات، يعني في كلمه فاطر ابتدع، يعني نشا، يعني سبحان الله، بديع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين. صح. يعني دي دعاء عاوزه، يعني دي في القران، الله يعني توفاني مسلم، يعني سيدنا دي الدعاء بتاع سيدنا يوسف، او اي دعاء تقوليه كله صح. رب ايه بقى، يعني بعد ما اللي هي الايه الاخرانيه يا ماما، اللي يا رب يعني بعد الشيطان، وبعد ان نزغ الشيطان بينه وبين اخوتي، ان ربي لطيف لما شاء انه هو العليم والحكيم. ربي يعني سبحان الله بيشكر ربنا بقى، يعني بعد دي كله، توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وسيدنا ابراهيم لما قال رب يعني اسالك قلبا سليما، يعني رب يعني قلب سليم، سليم خالي من الحسد، وخالي من كل الحاجات الوحشه، من الغل والحسد، قلبا طاهرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لو طهرت قلوبكم ما شبعت من ذكر الله. صدقت يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. يعني الواحد يتمتع بالقرآن وبكلام القرآن، وسر من أسرار القرآن، وسر من أسرار الفاتحة، يعني آية نتمتع به. شوف ألف لام ميم، ماما قالت النهاردة ما شاء الله على كم سورة في ألف لام ميم، الروم ولقمان قرأت العنكبوت، قصة يوسف عبر وعزة، نعم قرأت العنكبوت والروم ولقمان، ثلاث سور فيهم ألف لام ميم، فاضل سورة واحدة السجدة وسورتين، يبقى كده اللي هم سورة البقرة وآل عمران، يبقى دول فيهم السور اللي ايه ألف لام ميم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، سبحانه جل شأنه. يعني فيه سور ألف لام ميم، وفي سور حاميم، وفي سور سبحانك يا رب،
جل شأنه سبحانه وتعالى. يعني فضلك سورة بقى ماما السجد، ربنا يعينك قويك بعدين بقى. اللهم صل، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. اللهم صل، ما تكملش بقى، مش هتكمل خلاص. كمل، عايزين اقرا. هي عاوز، بتقولي انت عاوزين نقرا، يعني عندها استعداد يعني. قالوا واحد حد مستنيني يعني. اللهم صل وسلم. ربنا يكبر خاطركم يا حبيبتي يا استاذه انتصار. هم عاوزينك ترتاحي عشان هم عاوزين يناموا ولا يشوفوا وراهم. اللهم صل، هم بيحبوا يستنوكوا، بيحبوا يسمعوك. ربنا يعينهم ويقويهم على حالهم ويسترها وياهم يا رب. ورضيهم يا رب اللي هم عايزينه كله يا رب. يا رب اديهم رضيهم يا رب، عشان بس تنامي او ترتاحي بقى، وعشان تعملي الواجب اللي وراك تحفظوه. ما لها متكلم ولا متكلم، يعني ما هي بتتكلم، اهي مترجم ترنسلاتو عربيك، ما هي بتتكلم اهي بس. اللهم صل وسلم. هي عشان يعني بيقول قافله بقها وان اللي بتتكلم. يا رب يعطيها ويرضيها الصحه والعافيه. اللهم صل وسلم وبارك عليها يا حبيبي، عليك يا سيدي يا رسول الله، وبارك الله فيكم يا رب. واحد بيقول مش عارف بتقرا قران ازاي وحنك مسكوك. اللهم عيد الواجب علينا استاذه بطه. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. الواجب، انا نسيت الواجب، ما حدش ينسى الواجب، اهم حاجه الواجب دي يوميا. ما انا لو طايق تاني في الفصل كنت بضرب بالعصر. اللهم صل، ربنا يبارك فيك. لا يعني بشجع، مش بضرب ضرب مبرح ولا كده، بضرب وارجع صالح العيال الطلب، مش بقول عيال، عمر ما قلت البت يا بنتي او يا ولا، اقول له يا عسل على طول، اقول يا عسل، اسالي ماما يا حبيبتي يا عسل، كبير او صغير، استاذ طالب. قلت جزء عم صح، قلت جزء عم اللي هو الثلاث صور، الكوثر والمعون وقريش، يعني ثلاث صور تحفظوهم وتكتبوهم في دفتر لوحده، وتكتب عليه جزء عم، يعني نستعين بالقران، نخلي القران فوق رؤوسنا، مش هنخليه، لا هو اول حاجه في كل حاجه، هو لنا في كل حاجه. هتلاقي ربنا حبك كده ومسكت من نفسك، هتحفظه اكتر وقت، وتستني البرنامج مش تقي له في اليوم كم مره، لاني انا في القران، وفي القران كنت اقعد احفظ من نفسي كمان، ما استناش، كنت اسمع الشيخ يقول لي دي ما خدتها انت ما صحتهاش، اقول له انا حفظته ليه، فرحانه بكتاب الله وفرحانه بالقران. يعني انت البرنامج ده ربنا وهب، يعني اداكوا احسن هديه، تشوفوا بقى يعني شويه شويه ان شاء الله هيتعدل، يعني عشان يعني ابقى اقعد على مكتب كده واقعد على الترابيزه واعدل لكم المصحف، اعدل لكم الشاشه، تبقى بس شويه شويه عشان ماما بنقعد على ايه، على الماء، اما بقعد معاه يعني. قولي للفاضله تدعي لنا، قولي للفاضله تدعي لنا، يعني الشيخه الفاضله يدعي له عليك. استرها وياها يا رب. قلت لك جزء عم، يعني بقول لك كنت معايا بقى ايه، كراميل شوكولاته، يعني اللي هي بنقول كراميل بقى يعني شوكولاته، ب 50 جنيه كراميل، واقعد افرق على الطلبه بقى اللي افرحهم، ما بضربش اساسا، ولو ضربت البيت ولا حاجه اطبطب عليها وابوس ايدها، اقول لها معلش يا عس، ويصعب علي، تقول لي خلاص يا ابله ما في، لا خلاص يا حبيبتي سامحين سامحين. يا رب يا قبل اديك اللي انت عاوزاه، والله انت بنحبك، والله لو مشيتي من المعهد هنمشي مش هنقعد فيه. وكانوا بيبكوا، يعني الشباب بيبكوا قبل البنات. اللهم صل رب. الكراميل شكلها بنحب الكراميل الحج، مش الكراميل، الكراميل اللي هي اللي زي شوكولاته كده، الكراميل اللي في الكيسه دي، في شيء كراميل من عناء، يا من عناء من عناء، مش اي حاجه كنت اجيب، بجيب لهم الحلو كله، والبابا جيب لهم اللي هو التوين الشوكولاته اللي هي كيكه وحاجات، ما خلوهمش محرومين من حاجه، ربنا بيحبونا وبحبهم، والدي والدتي كل شيء، يعني ربنا اداهم، مش كانوا هم على طول بيحبوا كل الناس، يعني اللي يجي يطلع وشه بشاش اكتر مكانه، سبحان الله، لان ربنا اللي بيدي وربنا اللي بيجازي، وابو جرعوا حصول السكه ويدعوا ويدعوا ماشيين وفرحانين، ماشيين يسمعوا الدنيا كلها وصوت عالي، يعني صوت عالي يدعوا لنا كده، سبحان الله، لان ما عمرنا ما نكسف حد، ولا زي ما حضرتك شايفاني اللي بيخش بيرد بيتكلم، بكلمه بكلام احسن، دول بقى بيه مثلا يعني فلوس اكل طعام، اللي فيه اللي فيه الرزق، ربنا اللي بيدي، اللي فيه حد بيدي، هو ربنا اللي بيدي، يعني عمرنا ما بنحوش حد، لانه هو الله اللي بيعطي، حد بيدي حد حقيقي،
ربنا يبارك فيكم. ربنا اللي بيدينا كلنا. ربنا يصلح. يذكره يظل يتذكرك يذكر. على طول تعال بكلم عن النت، على عامله صفحاته بيكلموني بحبهم، ومصوره صور معاهم في المدرسه او في الحوش بتاع المعهد. يعني انا على طول كنت بدي ثالثه اعدادي والثانوي، الثانويه الازهر. وربنا الحمد لله سنه كمان بحب السعوديه، طلبت قلت يا رب اروح السعوديه، انا وماما وبابا وموت هناك وندفن في السعوديه. ازيك يا حاج؟ وسلم يسلم عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. سلام عليك يا ماما. الله يسلمكم، ربنا يستورها وياك ويصلح لكم يا رب. متعني يقولوا لها يا رب يا حاجه تعيش في السعوديه واجعل قعدتك ولذتك وفي السعوديه على طول يا رب، واطلعوا يعني الطالبه في وانا بدي في العريش شغلي في العريش، انتوا عارفين العريش بقى جنب رفح وجنب الوالده جت السعوديه، قاعدين في السعوديه والدنيا بتمطر، وانا في الفصل في الاعداد بتقول لي يا وراحت فتحة ده بقى، وانا بشرح الحصه وبكتب على السبوره بقول لها بتعملي ايه يا حبيبتي والدنيا بتمطر بقى، قالت لي ابله بطه بدعي لك يا رب تروح السعوديه على طول على طول على طول انت ومامتك وباباك. قلت لها يا رب. بعدها تاني يوم او ثالث يوم قلت لها اني رايحه السعوديه، قالت لي دعائك مستجاب يا ابله، انت بتدعي الدعاء مستجاب. زي واحده بقى تاني تقول لي زي ما دعاء مستجاب، ادعي لي يا ابله انجح، ادعي لي يا ابله انت دعائك مستجاب. والله يا ابله بطه بنحبك كلنا. ربنا يبارك فيك. حاليا في السعوديه فين؟ في الرياض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. من احب شيئا فليكثر منه، يعني احنا بنحب رسول الله وبنحب المدينه وبنحب المكه وبنحب الكعبه وبنحب السعوديه كلها. ربنا يكرمنا برسول الله. يعني البرنامج هو البث يعني مش زي اذاعه القران المصريه كده، بحب اذاعه القران والسعوديه، بحب اذاعه القران عموما، وهم احنا جايبين على الحرم وفاتحين عليه بس الصوت واطي. ونحن نحبك ونتشرف في معرفتك. ربنا انت فوق راسي يا حبيبتي، لو احنا لو جنبنا احنا اللي نجي لك يا حبيبتي. ربنا يبارك فيك. اللهم صل الحاجه الحلوه عندنا في الرياض. في الرياض عسل. اي والحاجه الحلوه عندنا في الرياض تضحك. ربنا يسترها وياك يا رب. يا سلام يا سلام يسلم على الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك على ربنا يكبر خاطرك يا رب العالمين. يعني الكلمة الطيبة صدقة والابتسامة، يعني شوفي يعني حضرتك كانت بتقولي ما تردش على التعليقات السلبية، لا أنا ما برد السلبي بسلبي، أنا برد السلبي بإيجابي عشان يتعلم الكلام الطيب، عشان بس الشيطان ما يتنش لهفه ويضحك عليه ويقعد يتكلم كتير في يصرصر فيه. هيشيل ذنوبه. هيشيل ذنوبه، واللي بيرد عليه مثله كلام وحش بيشيل. أنا مش عاوزة كده، برنامج فيه ذكر الله والصلاة على رسول الله. وحضرتك عارفة حبيبتي أختي الأستاذة انتصار والأستاذة هاجر اللي أسلمت والأستاذ محمد اللي أسلم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم من كل سوء. يا رب ويا هلكم. يا رب بتدعي لكم اهي، يعني لان البرنامج ده يعني ان شاء ماما اللي قالت لي انشريني، ربنا اهداها القران حبيته تهديه للعالم هديه من الرب البري. عشان الناس كلها تاسلم. عشان الناس كلها تاسلم وتخش الجنه، من الاخر يعني قالت كده، قالت يا رب كل الناس تاسلم وتخش الجنه، الجنه حلوه قوي، الجنه جميله، الجنه فيها كل ما تشتهي الانفس. يعني اللي بيصبر واللي بيصبر على ما ياكلش حرام ولا ياكل حاجه حد ولا يقبل حاجه حد، هياكل فاكهه احسن ما كان هياكلها في الدنيا حرام، هياكل فاكهه ما تشتهي الانفس. اجله الحد وهو قاعد على سرر متكئ، على سرر متقابلين، على سرر متكئين. الله، هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. شوف بقى، ان اعتدنا الكافرين سلاسل واغلالا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب عباد الله يفجران تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وبيعملوا أباء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سبحانه وتشوف الآيات جميلة، القرآن كله قرآن عسل، وانت ما تحفظه هتحفظه وتتجذعني هتلاقي نفسك هتحب البرنامج اكتر واكتر، يعني تتابعه على طول وتكتبه زي ما بقول لك حضرتك كده، سواء ما اقولش انا كبيره او انا مش عارفه احفظ، لا قولي يا استاذه او قولي يا بطه من غير استاذه، احنا اخوات،
قولي اللي حضرتك تقوليه. يعني انا ما بزعلش من اي لفظ، لان خلاص يعني الدنيا اصلا من فات، انا بقولي عسل على طول. اللهم صل، لقيت اللي عسل اللي هو العسل اللي وعسل مصفى في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة اللي ياخذ بقى الأمل بالنيات، أنا على طول بقول يا عسل. اللهم صل وسلم وبارك على الواجب. بقى أذكركم بالواجب تاني عشان حبيبتي الأخت، حبيبتي الأستاذة انتصار، الواجب في سورة البقرة من الآية كام؟ من الآية 11 رقم 11 إلى الآية 16، حفظا وكتابة. أوكي، فهمتوا؟ أندرستاند الواجب. أدي الواجب، الواجب تاني من جزء عام، لأن إحنا بناخد بقى إيه، نقابل على بعض، بنقابل القرآن على بعضه عشان ما ننسى، تانينا هيبقى إيه، عشان ما تزهقوش، لأن المدى طويل ومش طويل ولا حاجة، إن شاء الله هنخلص على طول، واللي هيتابعي لأن أنا هستمر فيه إن شاء الله، مستمرين على طول في الخير دائما. أنتوا اللي بتشجعونا وأنتوا اللي بتدعمونا وبتبعتوا لنا الورد الجميل. ماما بتشوف الورد بتضحك وتفرح وهي لابسة أصلا ورد، هي وردة على طول، الوردة الحمراء. ربنا يجازيك كل الخير. اللهم صل وسلم، ربنا يصلح حالكم وبالكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. ماما بتدعي لكل الناس، ربنا يبارك يكبر خاطركم يا رب العالمين. هي بتتامل في الصوره اللي بعديها ماسكه المصحف. شوفي اللي بتقول الاستاذه هاجر، مش طلعت هي قالت لي صباح الخير ومش الحامل دي بيرتفع لفوق، بس انا منزلاها على قدها عشان ما ينفعش ارفعه اكتر من عينيه. قولي لماما تدعي لي، ادعي له ماما ولا دي اشوف الحامل. انا قعدت حتى تشوفوه، كنت بنزل الشاشه بتاع التليفون الجوال. لو سمحتي الدعوات قولي لامك تدعين. اللهم صل وسلم وبارك على الذكر لا تطمئن القلوب. نعم، ذكر الله والصلاة، وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تختم ايه بقصه عمر بن الخطاب، يعني اذا تعرف عن شيء. قلت لك تعرف كل حاجه، مش تعرف هي لسه هتعرف، هي ربنا معرف. قولي عمر بن الخطاب يعني بيمشي في اسمه ايه الدوريه، يعني اسمه ايه الفاروق، بيفرق بين الحق والباطل الشيطان كده. سيدنا عمر يعني ماشي كده دوريه، يعني شفت الحامل عشان اللي يسالك بتقول له شفت الحامل قفلت المصحف، دي الحامل بس بيرفع بيطلع، يعني هو اللي بيرفع الناس على البلد كده، يمشي برجليه ماشي راكب ماشي بقى في يوم كده وماشي دوريه. دخل شارع عيال بصعية ونور، يعني النور من قبل، وقف دخل خبط دخل، قال لها العيال بصعية كذا، قالت له منه لله عمر، جعانين بقالهم ثلاث ايام ومعلقة على زلطة اهوت، وبقول لهم ما الطبخ يطيب، اما الطبخ كل ما يعيطوا ما اقول لهم لسه ما طابش، لسه ما طابش منه لله عمر. قال لها طب انا عمر هجيب، يعني هلف الدور دردر كده واخبط عليه. وراح جاب لها سمنه ودقيق ورز وفلوس، وبقى عمال يحول لها على كتفه بقى، وراح مصابق هو للعيال ومأكله لما ناموا. وقال لها لما تعوزي شوفوه، وقال لهم كل اللي عايز حاجه قولوا له، قولوا لي الدار ده عايزه، الدار ده عايزه، يعني وانا هلف كل دار. راحت الولية مأسلمة سبحان الله، هي وعيالها على طول. القصة بتاعت اللبن ساعة ما قالت له أخته فاطمة لما ما أسلم، يعني وماشي برضه كده الولية بتقول لها هاتي الأمية ما نحطها على اللبن، قالت لها يا ما سمحتش عمر بيقول إيه، حرام حرام والغش، وحرام في الغش في كل حاجة، وأنت بتغش اللبن بميه هتبقي تعملي إيه يوم القيامة. قالت لها وها مش شايفني، هات يا بنت الميه خلي ما نكسب منين، هات شويه الميه. قالت لها بس عمر مش شايفني، كان رب عمر شايفني، رب عمر شايفني. هو واقف يصنص بقى، راح داخل ايه قال لابنه ايه اتجوز فلان، قال له لا ما باخدها، راح واخدها هو اتجوز البنت، لانها عارفه ربنا وبتقول لامها كذا،
واللي بيغشوا الطماطم يحطوا على العدايات الحلوة فوق والتانية تحت، ويوزنوا بديه بديه البرتقال يحطوا الحلوة فوق والتاني تحت، يحطوا البيت تحت ويحطوا الرابط ويبيعوا بأغلى ثمن، تعيشوا الوزر في الدنيا وفي الآخر. البرتقال كذلك، قوافة كذلك، كلها ويحطوا الحلو، البطاطس يحطوا على وش الشكايك. على مرة واحنا نلاقي الحاجة في الشنطة ترتمي في الزبالة. بتقول لك بتضحك، بتقول لك اه والله صح. يعني بيغشوا بس التجار اللي بتغش كل حاجه، تجار فجار الا ما رحم ربي. يعني سبحان، يعني اللي تبقى وش الطماطم حلوه فوق الواحده كده اهو، على ما نلاقيها تحت بلي، واللي واللي معفصه واللي مفعصه واللي تقري واللي معفنه. القوفة كذلك، العنب كذلك، يحط فوق كذا على الوش على الأذان حلوين يغوي اللزبس، ونشيل السبت بحاله اللي تحت مفرط واللي معجن واللي واللي بالميزان، اللي بيغش الميزان بيحط ناحية الناحية الحديد ولا الناحية اللي على المرة روح نوزن الحاجة اللي ماما تقول له ما دل 3 كيلو، الله تقول لي تكالة ونص. الله وزن 3 كيلو، أنا عارفة بقى خلاص يا ماما اسكتي بقى. لا يعني مثلا بوزن العنب، الناس بتمشي في الطريق انا ما بطلعش بره بس بتضحك. تقول لي دول 3 كيلو، الله اه. تقول لي طب هات الميزان، عندنا الميزان هاتها من تحت السرير ولا هاتها من الاوضه في المطبخ، المهم يعني واحنا في الماوس، على ما اجيب بقى الميزانه توزن 3 كيلو يطلعوا كيلو ونص. فاكره ماما كم مره تقول لي انت ولا بتعرف تشتري ولا بتعرف تعملي، قلت لها وين البوزين، هم اللي هناخده امام الله منهم لله وخلاص. يعني شفت كم مره والراجل يوزن العنب حاطط مش عارف ايه، بقول له دول 3 كيلو في ايام في الرخصه، يعني يقول لك انا اه ولا كيلو، المهم بال10 جنيه في مصر اسمها جنيه، يعني على مره واحده. المهم انا شايفه عمال يغش الناس وكده، قلت له بذمتك دي انت بتوزن؟ يقول لي انت مين؟ وقعد يشتم بزعق، وقالوا له انك انت وقالوا له بقى يعني قالوا له ازاي تقول لها كده، وما خدتش، قلت له هات الفلوس لو سمحت بعد اذنك هات الفلوس، انا مش عاوزه عينيه. والناس حواليا يقول لي انت مين؟ قالوا له الابله فاطمه ومش عارفه ايه الحاج، ما بيقولوش لان حاجه كم مره يقول له الحاج، ما يعني ليا كذا ايه صفه يعني. الا دي ما تجيش جنبي، كانت مرات اخويا واقفه بقى يجي بقول لك ايه ما تجيبش سيرتي يعني. يعني سبحان الله، يعني يعني شوف الواحد تبقى انت مامنه للبائع او كده، لا يقول لك ما تنقيش، طب التين او اي فك اروح لماما تقول لي انت بتعرف ما تطلعيش تاني، لان هي ماما اللي بتجيب لنا الخير كله، بتشترينا بالعدايات 10 بقى بتجيب احسن حاجه وبالعدايات ويشتري كل حاجه، اكلتنا الحلو كله بصراحه. يعني ما البرتقال اشكال والوان، بسره وبلدي وبسره وسكري، اللي ما ياكلش ده ياكل ده، اللي ما ياكلش ده ياكل ده، يعني بيت العز والكرم، ومش بالكيلو ولا اتنين بالعدايات، عدايات في مصر بقى بالكبير. الناس الغريبه تيجي تاكل لما تيجي بقرص الجنانه ما بتنشفش عند خالة الحاج خالص. الجنانه على طول طرحه، الجنانه ما بتنشفش عند الابله فاطمه، عند خالة الحاج على طول، عند ابويا الحاج روحت لنا من شويه من عند خالة الحاج على طول، لان بيتنا مفتوح لي. احنا بنخيف بيتنا، بيتكو دي بيتكو دي اللي بيجي فيه بيخيفوا فعلا، لان بيتنا بيت قران وجنبه يعني مسجد اسمه محمد الشيخ محمد العراق، يعني سبحان الله بقول لهم اكني داخله المدينه المنوره، المسجد دي سبحان الله يعني جنبنا، لان كل بيتنا كله قران. الناس كانت تيجي تعبانه تقول لي تقعدوا في الصلاه كده، اسمها وسط الدار بالفلاح، وسط البيت يعني اسمه وسط في البيت او يعني في البوابه كده. بيتنا بقى كان قبل ما نهد ونبني بيت بالني بالطوب اللب، يجوا يقعدوا بيت تبكو جميل، هو عراقي، هو عراقي، هو اسمه كده مثلا اه محمد العراق اه من العراق العراق اه العراق اه ولو 75 فدا في الامام في لا في لهم في مكان كده مش فاكر، بس يعني سبحان الله كانوا بيروحوا يجيبوا اجاركم كل سنه سبحان. يعني بقول لك يعني اللي بيغش من غش، اللي بيغش في الميزان ربنا يبتليه في باوحش باوسخ الامراض تحت غلس وفوق والميزان يربط حديد في الميزان ناحيه الحديد، يعني هو ربنا اللي بيحاسب.
ربنا يحفظنا من كل سوء. ربنا اللي بيحاسب. اه يعني هو عبد بيحاسب عاد. اه ربنا اللي بيجازي. الفجار التجار فجار يوم القيامة، عارفة ايه معنى الحديث؟ يعني لأنهم غشاشين. ربنا يعني ادعي لهم ينجحوا في الامتحان. يا رب تنجحكم يا اولاد كلكم. يا غش البضائع كلها. ربنا يكفينا شر الغش يا رب. يا رب تنجحوا وربنا يكرمكم كده وتبقوا حلوين يا رب وتنجحوا. يا رب لا بتدعي لكم يا رب نجحهم يا رب. لو سمحت بنفسها تقول خلي ماما تدعي لنا. يا رب تنجحكم يا رب. يا رب العالمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التجار فجار، التجار فجار يوم القيامة إلا ما رحم ربي. يعني أنا اللي عنده أمانة ومخلص في بياحته ما أظنش حد في الناس كلها بتغش عشان تكسب فلوس. تجارة خاسرة. هم اللي يجيبوا الفلوس منها على رمى. تجارة خاسرة مش تجارة رابحة. تجارة رابحة مع الله. يعني جايبة كذا يعني يورد. يعني ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي والرطب اللي حطت شويه رطب كده فوق اللي بيبيعوا والرطب الوحشه تحت، الرسول حط ايده قال له ما هذا يا صاحب التمر يا صاحب الرطب؟ قال له يا رسول عشان، قال له ما دي لوحده ودي لوحده يعني فصل، قال له يعني دي بثمن ودي بثمن، مش هبيع دي مع دي ويلا فلوس والوحش يعني بغل الايه الحلو يعني بيحط دي مع دي. حتى في اللحمه، اللحمه يحط لك حتت من البيت طازه على ما تروحي تلاقي دي يعني دي مختلفة عن ديات. لكن يا رب ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اه يعني من غشنا فليس منا، من يعني اللي بيهمل المسلمين ما بيضرهم بايه بيبقى الحاجة يعني فاسدة. الانسان ياكل الحاجة مخه يجرى له حاجة عنده من ايه؟ ما هم الاكل الفساد الفساد. بص الحاجة فاسدة هتيجي تطبخها وتعملها حتى تاكلها فاسدة ترميه، يعني هتعملي ايه؟ هتضطر ترمي الحاجه ما تقدرش تطيبها اصلا او تاكليها لان الريحه ما شطئيه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه. الرسول قال له ما هذا يا صاحب التمر يا صاحب الرطب؟ قال له يا رسول الله ببيع بسعر. قال له لا افصل دي وعندي، يعني دي بسعر ودي بسعر عشان الناس تتعلم. لكن يبقى تين تبص تلاقي التين حامض تحت وتين وشويه تين حلوين كده على الوش زي ما بتقول ويوزن لك دي بدي بلح الاسمر الرطب او اي حاجه على ما تروحي البيت يعني تاكلي اثنين ثلاثه حلوين الباقي كله حام تضطر تعملي ايه؟ هترميه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه ويشملنا بعفو ورضاه. ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرضى عنا، يعني كلنا ذنوب وكلنا خطأنا خير الخطأنا التوابون. الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله اللي نذكره على طول دائما في السر والعلني. خلاص الواجب بذكركم عشان تناموا بقى وتعملوا وراكم الواجب تاني مره الهوم وورك. الهوم وورك من سوره البقره من الايه إليفن. إليفن يعني 11 لحد 16 بالانجليزي، يا بالانجليزي 16 برضه. اما ضحكوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. يبقى من 11 ل 16 في سوره البقره الواجب الاولاني. الواجب الثاني من جزء عامه سوره الكوثر وسوره الماعون وسوره الكريش. خلاص يبقى ثلاث صور نحفظه، بس دي لدفتر لوحده ودي دفتر لوحده، وتكتبي على دي سوره البقره والثاني تكتبي عليها جزء عامه عشان تفصلي بينهم. مش واجب علوم هتعملي الحصة ودي واجب الحصة في نفسه وتقسميه مرة، لا يبقى عشان يبقى لك شر يعني زخرة ليك وشرفة ليك يعني حاجة قيمة. تكتبي بقلمين واحد أسمر واحد أزرق. آه من 11 لحد 16 من إليفن لحد 16 16 من 11 ل 16 البقر. ومن ربنا طيب خاطرك يا رب. تجيبي دفتر لوحده. انا حتى قلت للاستاذه حنان اخت حبيبتي قالت لها تاب ودفتر يعني دفترين من المكتب. لو انا جنبك هجيب لكم الدفاتر والاقلام، انا ما بحوش حاجه عن حد. لو انا جنبك ده هودي لكم لحد البيت لان انا بحب اهل العلم وربنا اللي بيدي يعني بشجع اصلا يعني بشجع اهل العلم. يعني ما انا بقول لو انا جنب حضراتكم هجيب لكم الدفاتر والاقلام دي اقل حاجه اعملها لكم.
بس مش اقل حاجه اللي انتوا انت تكتبوا فيها احسن حاجه، هتبقى احلى حاجه واجمل حاجه. تجيبي الدفتر كده اهوت وتحافظي وتكتبي سطر وتسيبي سطر، لان زي ما قلت لحضرتك ممكن هتنسي كلمه تفكري في حاجه تكتبي كلمه تعدي كلمه. شوف القران واسع السطور ازاي، عاوزاك تكتبي كده، تكتبي بقلمين واحد ازرق واحد اسمر عشان تشكلي، ودي يرجع لك انت لحضرتك عشان هيبقى لك بس ايه. تكتبي بالاسمر هتشكلي بالايه بالازرق، هتكتبي بالاسمر هتشكلي بالازرق، يعني دي الاثنين سوا واحد. يعني بقول في سوره في جزء عامه تكتبي على الدفتر الثاني او الكشكول الثاني جزء عام يتساءلون، وتبقي عارفه بخط كبير وتحطهم فوق بعض كده. تعملي الواجب دي تحفظي الاول زي ما علمتكم الحفظ ازاي، تقراي الايه مره واثنين وثلاثه، تقراي الايه مره واثنين وثلاثه حتى تثبت في مخك، بعدها ايه تقراي اللي هو اللي بعدها بقى الجزء عام. اللهم صل وسلم وبارك على، وان شاء الله ربنا يجازيك كل خير ان شاء الله ويصلح لكم بالكم يا رب العالمين. وبارك الله فيكم وكل المستمعين يا حي قيوم، تستركم في الدنيا والاخره، دعاء يعني دعوات مستجابات، يعني اللي بيقراوا القران والدعاء مستجاب بعد ختم بعد دعاء بعد قراءه القران. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل ونرجو من الله القبول والثواب، نرجو من الله القبول والثواب، يعني حسن يعني الثواب يعني الجنه، القبول يقبلني والثواب الجنه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، ونلقاكم على خير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث من عذابك نستجير احوال العباد والولاد وكل من سألنا وكل من يسألنا يا رب أعطي سؤاله. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم. كوباية شاي لمامتك الحاجة، لا ما بتشربش شاي، أنا في بيتنا ما بتشربش شاي أصلا، الشاي بيه. حبيبتي الأستاذة انتصار بتقول خلاص روحي بقى اعملي لماما كوباية شاي. لا ما بنحبوش الا الشاي، يعني عندنا لما الضيف تيجي نعمل لهم حتى يقول اعمل شاي اقول ما فيش شاي واضحك معاه، يروح عامل بال في الغلاية وانا ساعات اعمل، بس ما بنشربوش اصلا. بابا كان بيشربه وبطلت له وعنده 70 سنة بابا، هو كان رايح يحج اول مرة، قلت له بقول لك يا حبيب هتيجي مش هتشرب شاي ابدا، قال لي اللي انت عاوزاه يا حبيب اللي طلباتك. سبحان الله، اما رحنا السعودية في مكة بقى ولا الشاي خلاص ما بقاش يشربوا ابدا، الناس يجيبوا له واحنا في المطعم او ما يجيب او في الحرم ولا بيشرب ولا بياخد حاجه من حد. بابا كان بياكل حاجه من حد ولا يشرب حاجه من حد ولا يرعد ابدا اي حد. يعني كان في الحرم قعد 13 يوم ما دقش حاجه. وسبحان الله تشربون ايه؟ طيب بنشرب كل حاجه ما عدا الشاي، عندنا كل المنح كله وكل يعني عصير، عندنا المانجا في التلاجة والاناناس والبطيخ وكل حاجه بعمل، يعني مش محرمه من حاجه، ونجابيل ياسمين والكمون ونجابيل والقرفه وكل والنعناع عامله لها نعناع والكركريه كل حاجه، يعني انواع العشب كله هنا في، يعني حتى اقول لك لو قلت لك كلمه هتضحك عليها. الخبازي. اللهم صل وسلم، تعرفيه لي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، تعرفي اللي انا قلتها ديات؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. وانا عملتها بقى طبختها وعملتها عصير، يعني ما خليتهمش اي، والفيجل عملته عصير، شفت بقى باللبن بيبقى جميل، تغسليه حلو كده وتقشريه وتعمليه عصير وتروحي ضربه في الخلاط بسك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، يعني كل حاجة الحمد لله، بس الشاي ما بنشربوه. هجرية تقول ايه اللي كتب حجرية ولا مش عارفة اللي انا قلتها الكلمة دي، ولا بتقول ايه خلي ماما تدعي لي زوج بالفرج وسعة يا رب يصلح لكم بل لبن الفيجل وبس، مش لبن الفيجل، الفيجل في سول الاخضر اللي الرصطة بيضة دي، بتجيبي اللبن عاوزة تعملي بلبن تعملي، بس اللبن بيديه طعمه حلو، الفيجل اللي هو اللي بتنزلي السوق تشتري فيجله، والخبازة تعرف الخبازة ايه؟ أضحكك يا يعني مش ما فيش حاجة، كل حاجة بعملها ما فيش حاجة مستحيل. اللهم صل يجزيك، اللهم صل وسلم.
الله يجزيه، ربنا يجزيك كل الخير يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيد. تعرفت كعك العيد انت اسهل حاجة. انا زقان من اهو بنعمل بالطيش، تعرف الطيش في الفلاحين في مصر كبير، يعني انجر كبير كده، ونعمل انواع الكعك بقى وبسكويت واللي هي الشبوره هنا بنقول عليها كسره في مصر، يعني بنعمل. ماما عملت لنا جميع الانواع، والرقاق بتاع الرقاق، عارفه الرقاق ايه؟ كنا بنعمل بالانجر كده بالطبق كبير، يعني حاجات جميل. الله يجملكم كل حاجه، ما حرمتناش من حاجه، والفطير المشلت دي وكل حاجه، كل ما تشتهي الانفس كلناه الحمد لله، ما حرمتناش. والرز المعمر بالقشطه بقى في مصر، حاجات مصر بقى قشطه صافي كده جميله، مش نروح نشتري الزبده والسمنه الزبده، ما كانش حرمان اللي بالقشطه في السوق. شفتيها على الجواعج بقى. يعني كل حاجه اكلتها لنا بصراحه بايدها الطيبه الطاهره، ما حرمتناش من اي حاجه. المصري جميل، قال المحشيات وكل حاجه، جميع المحشيات كلناها. وانا عندي ورق عنب في الثلاجه، عارفه العنب بتعمليه ازاي؟ ما تجيبيه ورق اخضر، تروحي بقى جايبه العنب بالورق بتاعه العداء، تسلقيه طيب، تغسليه الاول حبيبتي هي. ربنا يكبر خاطرك يا رب. البصره جميل، عند البصره جميله عندكم، طيبه والنبي طيبه وخضره، وطيبه وخضره لا، وفي وعدس كمان في الفريزر، بس ما ياكله، احنا بنحب رز بشعريه طيب، وبصره طيبه وعدس وحوش وعدس طيب برضه وخضر كل حاجه مولي. وتجيبي ورق العنب بقى من السوق، وحد حاجات بقى تتاكل بقى هنا. عملتها تقول لي ما رضيتش، قلت لها انت عاوزه اعمله لك. المهم تجيبي ورق العنب من السوق وتغسليه، تغسليه ازاي بقى؟ تحطيه في حله كبيره او طبق كبير عشان بيبقى فيه رم، تغسليه قوي حلو، وبعد كده تعمليه في ايه بقى؟ ده جميل، اللذيذه الجميله ذقتها البصره جميله، ولو جت عندنا اعملها لك جميله من ايد بطه بقى عسول، عسل كده بعملها عسل. واللي اللهم صل على الحبيب النبي، تروحي غسل الورق العنب اللي هو بالعناد بتاعته دي بالعنود بتاعته، وتروحي غسلها بعد ما تطيبه وتسلقيه، سيبيه يبرد في الميه، وتروحي بقى تقلعه وتخزنيه، وتروحي بقى تخزنيه في الفريزر، تروحي حطاه في شنطه، كل شويه كل شنطه فيها شويه ورق عنب بالشويه الميه بتاعه، اكن شوفي بقى زي اللي بتشتريه من العسام او احلى كمان. بص الحاجه ما سالتك بالله ايديك اهي، هات ايدك اما بص، شفت ايدي اهي، سمحتوا ربنا يسترها وياكم. بص الحاجه سالتك بالله لازم تبوسيها، سالت بستيها يعني بقى، لان انا جربت يعني كنت برمي الميه، قلت لا العيدان بتخلي طعمه لا يعني مز وجميل، العينه بتحفظه كمان بدل ما تطلعيه وتسيبيه يتفك بالتلج يتهري، لا الميه بقى بتفك اكنك لسه عاملاه. وجربته وعملته انا عينه في الفريزر، بعمل لما بضع عزبه اطلعه، ربنا يكبر يعني جميع الانواع المحشيات، وبعمل محشيات هنا كتير، وبعمل كل حاجه، يعني مش محروم من اي حاجه ابدا، الخير دايما موجود، وفلوس كتير وكل حاجه كتير الحمد لله، كل الخير ربنا مديهن، وبركه ربنا وبركه رسول الله وبركه والدي، يعني كل الخير. وربنا يكبر خاطر الاستاذ يا رب، ويديه صحه ويبارك فيه، مش مخلينا محتاجين حاجه ابدا، يعني يقول يلا نجيب لي ماما، يلا نشوف ماما، تقول له النبي ما تجيب لي حاجه يا ابني، انا كل حاجه هنا، تقول لها يا ماما احنا عاوزين نعمل لك كل انت كل حاجه، تقول له بكفايه يا ربنا يسعدك، وتدعي له تقول له يا ابني يعني مش مخلينا بصراحه، هو محتاجين حاجه، ربنا يكبر خاطره يا رب واستره واصلح احوال العباد والبلاد يا رب يا رب يا رب، يكبر خاطره يا رب يعني، وبارك فيك يا حبيبتي، اوعي تنسي الواجب بقى عشان تحفظي، تقول انا حفظت وبدي بامانه، لان انا ويا ريت لو تعرفي تفتح الماسنجر اسمع لك احسن، اللي بيتابعنا عاوز يحفظ على طول يبقى الماسنجر، عاوزه تفتحي على الهوا افتحه، بس انت بتقولي اللي بألف يعني مش عارفه مش راضي يفتح له، خلاها تدعي لي بطول الحياه سما بنت امين.
ربنا يصلح حال الاستاذه سمر وتقول يا ربنا يديها الصحه وطولة العمر وتفرح وتتهنى بنت استاذه امين. ادعي لها ماما يا رب يا رب يصلح حالكم ويبارك لكم يا رب يا رب العالمين. اللهم يا رب يديكم اولادكم اللي انتوا عايزينه كله ويسترها واياكم ويصلح حالكم. دعوات مستجابات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، بارك الله فيك. خلاص يا حبيبتي يعني اوعي تنسي الواجب، فكرتكم اهو. وشوف هتبقى فاضية امتى، بعد العصر ولا في الميعاد بتاعنا بالله؟ عشان الله اللهم صل وسلم. تألفت صلاة احترام قدام حقها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. ربنا يبارك فيك ويا استاذنا ويا استاذتنا الفضيلة، واصلحها للعباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. يعني خلق الواجب لازم ينحفظ ولازم ينكتب مدرسة، وأحسن من المدرسة. المدرسة ممكن تقولي خلاص يا أبلة أنا مش ما عرفتش أكتب، أقول لك خلاص بس بخليهم يكتبوه. يعني أقول لها واجب أمس مع واجب اليوم، لو حصة بقى تروح كاتبة الواجب دي ودي بتاع، حتى اللي بناخده تروح كاتباه ويقعد. إن شاء الله. يعني لازم تكتبي، أهم حاجة الكتابة مع الحفظ. هتلاقي نفسك عمرك ما هتنسيه أبداً. المدونه يعني المدونه تكتبي الواجب زي ما قلت لك، من البقره من الايه 11 الى الايه 16، ومن عند عما يتساءلون بقول اخر مره، عما يتساءلون سوره الكوثر وسوره المعون وسوره الايه قريش ان شاء الله. والمتابعين كلك هيكتروا بقى ويحفظوا القران، وكله يقول للتاني يحفظ، لان حاجه سهله يعني، مش حاجه. أجمل الكلام وأحسن الكلام يعني خير الكلام كلام الله يعني، وأجمل. وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وإن شاء الله هبقى أكلم لكم يعني عن الجنة بإذن الله، بس اليوم أو زي ما تحب وصفات الجنة يعني. مكتبوا هيعرفوا إن شاء الله. يعني تكتبوا بقى الواجبات هتعرفوا وتحفظوا، يعني حاجات كتيرة في إن شاء الله تعرف كل حاجة بإذن الله. وربنا يصلح أحوال العباد والبلد يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله الخير جاي، ان شاء الله الخير قادم باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رب. استغفر الله العظيم كل الذنوب والخطايا ونتوب يا رب. تبنا اليك وندمنا على فعلنا يا رب، اجعلنا في الخير دائما يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.